جي 20 متوقع انه يكون في اكتر من 200 اجتماع. تخيلوا يا جماعه 200 اجتماع للدول اللي مشاركه فيها على مستويات مختلفه من اجتماعات الرؤساء. ليه بقى؟ للوقود، ومنتظر منها قرارات كتير جدا هتاثر على الاقتصاد الفتره اللي جايه. طبعا مصر مش اول مره تحضر القمه، وتقريبا كل سنه بتجيلها نفس الدعوه، لانها بلد كبيره جدا وبلد مهمه جدا، بلد اساسي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، واقتصاد كبير في تشكيل السوق رقم 15 مثلا على مستوى العالم. ما ينفعش بقى تتكلم في الاقتصاد ومصر ما تبقاش موجودة. ما ينفعش كبار العالم يبقوا مجتمعين ومصر مش موجودة، لأنها دول ليها وزنها الاقتصادي والسياسي والجغرافي وعدد سكان كبير، أكتر من 105 مليون شخص. من جديد تنعقد قمة العشرين، القمة التي تتجه إليها أنظار العالم، وعلى رأس أهم ضيوفها مصر. ويرى المحللون أن مشاركة مصر في مجموعة العشرين كدولة ضيف تأتي اعترافا بتصاعد أهمية مصر وتعاظم دورها في الاقتصاد والسياسات العالمية، حيث لا تتوقف أعمال القمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية. ونظرا لرؤية مصر التي تبنتها في الجمهورية الجديدة، والتي كانت غير مقتصرة على أزمة بعينها، وإنما امتدت إلى العديد من القضايا، برزها الأوضاع الاقتصادية عبر مساعدة الدول على استكشاف مواردها على غرار اليونان وقبرص، أو تعميم تجربتها في محيطها الإقليمي خاصة على المستوى الإفريقي، أو الدفاع عن حقوق الدول المستضعفة تنمويا في مختلف المحافل الدولية على غرار قمة المناخ، وهو ما يمثل قدرات دبلوماسية قوية تحظى بها الدولة المصرية، تعتمد في الأساس على تعزيز مفهوم شراكة متواكبة مع الظروف العالمية. ويحرص أعضاء المجموعة على مشاركة مصر في القمة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، والأخذ برأيها في إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه العالم، وعلى رأس هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية، التي أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص خلال كلمته أمام قمة المناخ على ضرورة حل تلك الأزمة، وأطلق دعوة وساطة لإيقاف تلك الحرب من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والتعاون مع أي طرف من أجل إنهائها. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لدعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين، من أجل الاستماع إلى وجهة النظر المصرية لإنهاء تلك الأزمة، خاصة وأن الرئيس السيسي فتح الباب أمام الجميع للعمل سويا من أجل إيقاف تلك الحرب وبلورة شكل من أشكال الوساطة لحل تلك الأزمة. ومن المقرر أن يتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.